كان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك قرية والمدينة في مدني أو في حلفة في بورسودان وشندي كدقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا معكم قناة الشروق برنامج بتاع مسرح في الهواء. نحن حقيقة كل مرة بنطرح موضوع بنفتكر إنه الموضوع بهم الناس سواء كان في الحياة في العيشة في الأزعار في السياسة في الاجتماع في الاقتصاد في أي حاجة ومنطلب دائما انه الناس اذا حاسه انه ممكن تشاركنا في اي لحظه ممكن تخش تشاركنا او بعد ما ينتهي الموضوع ان احنا طارحينه وبعد ذاك الناس ممكن تيجي تعلق عليه وتقول رايه. نشوف الليله الموضوع دارين نطرحه شنو. شكرا يا حمد. الفادني يا حبيبي يا اخ والله زول ده عذبنا ذاته احنا مش طالع رايي يا اخي ضرب لي كم مره قال لي خلاص احنا جاهزين وكده وعنده العقد بعد ذاك بالليل عنده الحفلة ليه حصل شنو؟ شنو يا علق الله يا هذا تكرنا ذاتي يا علق الله يا ما عندنا زمن يا ليش نو؟ يا اخي هذا زعيل خلاص يا اخي يقول لك تعال العقد ويقول لك بعد العقد عندهم حفلة كده صغيرة حقت المزيكا اللي بيعملوها دي بعد المزيكا يقول لك في العشاء بعد العشاء يقول لك ماشيين النادي بعد النادي يقول لك في حفلة كده صبحية يا اخي هنا يا حصل شنو يا اخي بعدين ندفع فيها تكشف يا اخي يا اخي انا جايبين ما انتهى كله يا اخي مجاملات يا اخي تعبنا منها يا اخي يا اخي والله مجاملات خلاص يا اخي فترتنا يا اخي وفلست بينا عليك كده يا اخي جيبك شنو يا اخي يا اخي انا هسه ادي المراه الام ولا ادي الاخت ولا ادي نسيبي ولا ادي صاحب المناسبه ولا ادي العريس ولا ادي العروس وكلهم بيقول لي اعمل لهم شنو انا يا اخي يا محمد انت حاسس داقي الجرس في شنو؟ داقي الجرس في شنو؟ داقي الجرس في انه الحاجات كثيره يا اخي ما في داعي يا اخي ده عرس ولا قيامه يا اخي ده عرس شنو ده يا اخي يا حمد يا اخي عيل الزمه مبسط يا اخي العقد الناس تلموا بلح ونايب بتاعه وابشر ابشر ابشر والموضوع انتهى يا اخي المفروض يوم واحد تختصر الموضوع يا اخي شنو شاب كندنا ثاني يوم فطر عريس وما عارف العقد براو فطر العريس براو والحفله حقت النادي براه والحفله حقت البيت براه والعزومه اللي بتروح فيها الكشف براه والحنه براه يا اخي شنو ده يا اخي انت يا حمد كتر لنا الحاجات نحن الزمن ده ما زمن مجاملات الزمن ده زمن اختصار انت فسل جبار بس هو الزول الثاني مش عديت اقول له فسل وجبار ما طلع القروش اللي يا اخي انا عندي انا بصرف ما هي يا اخي عندي ميزانيه محدده يا اخي شنو يا اخي بطلت من المجاملات دي يا اخي ميزانيه محدده انت محليه انت محليه شوف كلنا نحن سودانيين نحن كريمين نحن نايم اجيب كلهم والله يا اخي انتهى يا اخي يا حمد عليك الله ما تغير القانون ده كلام ماشي من اجدادنا مما خلقونا في الدنيا دي وفي السودان ده الحياه دي ماشي دارت تغير الليله انت يا حمد انا ما بيت يا اخي نمشي العقد العقد ده حاجه مهمه جدا جدا وده الورقه الاساسيه اللي بتربط الناس الناس اللي تلموا طيب حضروا العقد طيب خلاص هاي ابشرك ابشرك مبروك 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 قسموا الحلاوه قسموا العصير قسموا هنا الموضوع انتهى يا اخي خلينا نمشي نشوف بعد شغلتنا يا اخي موضوع يا اخي عريس هذا الحنه اختصار يا حنه وربا اجاك 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 ايوه لحته انت بتدور ولا شيء يا احمد ترقص تطلع الشرتين ده انت قعدت تندفن بين قروشي طلعها عند العريس هو انا يا اخي هو انا ذاتها يا اخي رقبتها ما كملت يا هو ده طهور بيجاي سمايه بيجاي ودولدت بيجاي وده عرس بيجاي وده شنو يا فطرنا نحن يا حمد يا حمد يا اخي لما تتغدى يا اخي لما خدت لك الصينيه تحت الغدا كده يا سلام والجداد تلقاه مكر فسا زيكم ساري اللوري في السقط مبالغه والجماعه يضربوا ها ابدك 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 انت وتغسل ايدك وتلقى زول خات الدفتر ها ها فتكت كتكت فكتكت هش لقيت النوع بتعمل كيف؟ يا عوض ازيك سلام عليكم بتتخارج يا اخي نحن قاعدين نعمل حاجات كثيره صعبه يا اخي يا اخي العيد سبعه يوم اي البكا اي البكا ده يا اخي البكا ده في ناس في المقابر انتهى مراسم والله دي بتكيف منهم كيف انا
انتهى العزاء يا اخواننا بمناسبة الدفن يا اخواننا، كتر خيركم جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الموضوع انتهى، يا زول مشى على بيتهم يا اخي. لا حول ولا قوة، يعني ما نتلموا ولا شنو؟ يا اخي الحياة تغيرت، تطورت، الناس مشوا قدامي يا اخي، نحن لسه يا قاعدين بكولنا يا اخي حاجات يا اخي. الناس يقعدوا ويتغدوا ويشربوا الشاي ويفتحوا الجرايد وينسوا الميت، اريتوا كان بيتذكروا الميت ويدعوا له، اريتوا كان بيتذكروا ونسى قرقرابة. والله لاقينا الجرايد، الله الليلة الهلال غلبوه، الليلة المريخ غلبوه، الليلة الكوري شنو ما عارف، الليلة نمشي يا اخواننا ناسينا ديل ضبحوا، الليلة ضابحين عاملين كرامة ونسى الميت من تو منه يا اخي. طيب وكنت اصلا انت الميت ده جيت وقعدت بدل تعدها ضحك وبتاع ادعوا له على قال يا اخي، وكنت اصلا ما حتدعوا له. طيب يا اخي فايده قعدتك شنو؟ عشان تجي تقعد وتتونس وتتغدوا اخر ما تجوا اخر الموضوع ده تلغوزات يا اخي. عليك الله يا عليك الله يا حمد، يا اخي المجاملات دي فترنا منها يا اخي. بلا مجاملات يا حمد عليك الله، ما تغير القانون يا اخي، دي حياه ماشيين بها يا اخي. لما نموت العريس تلقى عنده صلعه وباقي الحلاقه ما تاميها بمزاج وخاطر طاقيه ومحنن، ابشر. والله بيعجبني عجب اهبل هباله والله لذيذ خلاص، وسهل شنو لما يبشر. يا اخي خلي القصه دي بلقتك في الليله يا وجلد. يا سلام تجيب ها اركز انت بطلك ايش انت وين يا اخي تشيل القصه دي يا اخي ترجع الموضوع ده كله كله يعني رجل كده بس كانه زول زي كده ماشي في شيخ ليه؟ الناس تطورت مشت لقدام يا اخي، احنا لسه في الجلد ولسه في المجامل ولسه في الكشف ولسه في ادفع ولسه ما دفع لي وده انا ما اعرف وكده اشوف الكشف جاب كم وهنا ده اتغدى وغسل ايده وزاق يا اخي احنا نقنف في حاجات زي دي يا اخي. بالو يا حمد يا اخي ما معقول يا اخي يا حمد العرس يا اخي العرس من الناس انت لو داري لك عروسه بتلقاها وين بتلقاها بيت العرس؟ والله في بيت ما بتلقى معجن ومخوزك لكن بيت العرس. انا ما ضد العرس لكن ما يبقى بعزك كده يا اخي، ما يبقى فيهم مجاملات والناس يقولوا يا اخي. في ناس بيجوا قبل 7 أيام قاعدين جابوا شنطهم وغياراتهم وقعدوا، طيب ده اللي ياكلون من وين ويشربون من وين يا اخي؟ ده المعازل ناس البيت ده يا اخي، ده المعازل يا اخي. يا حمد يا حمد العرس بلم بيت خالتك وبيت عمتك وبيت عمك ود عمك هذول. السلام عليكم ازيك يا عوض بيه الحال كيف ان شاء الله طيب الحمد لله. وبالبيت يا عم ازيك يا والله هو بيني وبينك الاهل بتلاقوا الاهل بتلاقوا هاي لكن كمان يعني ما يكتروا اجورها كذا الناس دي ما مشاغل كمان يا اخي ها الناس دي ما مشاغل يا اخي الحال ما تغير ده كان زمان زمان نحن حاجاتنا ما بالراحه أيوه. وضعنا بالراحه واليوم ذاته ما بيكمل ايوه يوم طويل الناس برا النسوان بيمشوا بالراحه تلقاهم والرجال تلقاهم ماشيين بالراحه الحاجات كلها بالراحه نعم. في زمن استنى ما في زمن يا اخي والله العظيم يا محمد آه. يا سلام يا اخي يعني العرس نختصروا اه يا اخي نخلي الحاجه اذا كان البكا بيختصروا العرس ما نختصروا ليه والله فعلا يا اخي نخلي العريس بس يعقد يسوق المره والزفاف نخليه والزفاف المصري والعروس تلقاه شايل لها خيمه والمصري ليه لما انما سيدالي العروسه خايف على الخيمه دي لانه بعد ما تجينا ها ها ابشر يا عريس ابشر ابشر يا عريس ابشر 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 اي والله والله العظيم سبحان الله يا هذا حاجات كثير دي مجامله ما يحلل الحبوبات يحلل الحبوبات لما تجي العروسه كده ومغطينا بالفركه الليل العادي الوزن تقدم وتبرع الليل بوبا ابشر ابشر ها لا فوق لا فوق لكن عايز تعال شوف تعال شوف البشتنا اي والله تعال شوف البشتنا اول ما يجي بتاع الاورجن يجيب لك كده والشباب ها والغبار ده قايم اي والله الغبار ده قايم والغيامه قايمه البيبرق من العرس كله مرة أنا مرة حضرت لي حفلة أي بس عزل المزيكا ده ورد أيوه بس عزل النازل خش لك ال 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 أي زول براو أيوه الناس القريد براو الناس القسم براو الناس أي زول جاب بطريقته الناس دي فتت لك فت أيوه بس مسكت الميكروفون أخوانا لو سمحتوا الرقصة الجاية شوية كده العريس والعروس ادوهم فرصة زول استغل بي ما في يا ثاني يا أخوانا لو سمحتوا العريس والله عريسكم والبيت بيتكم ومرحب بكم في داركم أيوة. ونحن كلنا اهل اخواننا ايوه ادوا العريس والعروسه فرصه دول اشتغل بي ما في بس هذولك تكتروا مشيت بلصت البنطلون وبلصت القميص ايوه ولبست لك الجلابيه ولبست لك العراق ولبست لك المركوب ايوه وجبت الصوت الطويل ده أيوة. زول دواس ويتخش لك الدارة ايوه ها. انا اخوك ولا ميكروفون ولا هناي ايوه بس عندي صاحبي كذا قلت له امسك الصوت ده كذا امسك امسك بس وقلت للجلابيه كده ملصه وقعدت في النص كده وركزت وحد اسم الله الصوت رفع فوق وبال ما ينزل الساحه دي بقت فاضيه لا حول ولا عملت للعريس العريس كده خشوا جو حتى المشكله انحلت لا حول ولا قوه ما بريد الصوت
ما بريد صوت. الصوت حر من الموت يا زول. الصوت غير السودانيين زول بيتحملوا ما في. يا سلام. حتى اسم الله. وفي السودانيين سودانيين يا زول. يا سلام. زول ما كل الناس بيتحملوا. يا سلام. الناس اللي بيخشوا ناس الكشف ديل ولا لابسين سيستم ديل. والله جلده واحده اللي يجري هنا ليه؟ والله يا حمد. والله يا حمد صدق عليك كلامك. عشان انت كلامك صح انه العرس ده لازم يكون مختصر كيف؟ اه يا اخي. عشان ليه عرس؟ الصينيه اول حاجه مجحبصه. نعم. مجحبصه صح؟ نعم. شفت كيف؟ سلطه اسود ولحمه والجداده دي في النص. ايوه. خدتوها كده. حتى الجداده ما ايوه. الجداده خليك ترجف. التشكين 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 التشكين. شفتها؟ اي. الساعه اللي خدتهم دي 8 تنفار. اي. في نصهم في زول نظره ضعيف عمك راي كبير كده. اي. سال جنبه. الجداده في؟ لو لاقي في. شالها. والقاعدين في الصينية. الزول ده شال الجداد اللي شنو يا اخي ما يخدها يا اخي. انا ما مهويين يا اخي. معاه نطرش قال له فك فك فك. والله جهجها الناس جهجها. جهجون؟ يا زول. خلاهم قاعدين ساعة. يا غالي في السهرة شال جدادته دي كفجن 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 شرب له مويه. لما مشى البيت بنته قالت لي يا ابوي ها الناس ديل كيف؟ قال لا والله يا بيتي ما شاء الله الناس ديل مرطبين انا العميان اللي قد جداده ما اعرف المفاتيح اللي قشنا. اه محمد اخوي. اي. انا كان حصل العقد. اي. نحصل العقد نكلم الجماعه ديل نقول انا اخواننا عقدوا كان عندكم حفله ولا عندكم ناس سوا في لحظات ان نتهم من الموضوع نختصروا باكر ما يكون عندكم حاجه ما تستقلوا لنا الايام وتكتروا لنا الحاجات. حلو. ورح. حلو. ايوه. حلو. والعقد كمان العروسه قالوا شينا شينا راح نخليها جليها لا لا يا فيصل ما عزيت ابوي يا فيصل كيف تنحي الفراش؟ ما انا ما دري لما ما دري شيء كيف يعني؟ زول مات انا كنت في المغابر قبل انا كنت اشوف المغابر قال لك كنت شنو؟ قالوا لي خلاص قلت ما في اي فراش ما داير تفرش على ابوك الناس من المغابر ومن الدفن كل زول يتطلب الله يمشي اهله انا ما قلت ينتهي العذاب بينتهي مراسم الدفن العذاب ما بينتهي بينتهي المأتم عشان كده العباره دي ما يقولوا انا ساكت انا قلت ما في زول خلاص من المغابر ما في ما داير لما الناس بدل انا امسك الناس يجوني يجاملوا لي حاجه يمشوا شغلهم اي زول يمشي شغله اي زول جا قال لي الفاتحه خلاص الموضوع انتهى يا فيصل يا فيصل احنا الناس دي دافعين لهم دارين نخلص قروشنا نخلصهم تاني يعني ابونا ومات قروشنا اللي دفعناها لهم دي السكر انا المجامله النسوان نسوان الحله ديل انا مره ما في مره مجامله اي واحده شايله لها سكر الشكاره الجديده دي 50 الف 10 كيلو دي دايره سكري دي الامه دايره قروشي دفعت على النسوان دي الامه كيف يعني ما في ما في بك؟ يعني جريد هو جريد؟ ها؟ جريد؟ يعني دار جرد الحياة حق الناس؟ داير اخلص حقي؟ داير اخلص حقي دفعته للناس، أنا مجاملة، أنا أي زول بمشي له، وأنا المستشفى ما بمشي يدي فاضية، أنا البكا ما بمشي يدي فاضية، العرس ما بمشي يدي فاضية، ادفعوا لي 200 نحن يا أخي دي عادات سودانية جميلة، بنقف مع بعض، بنعزي بعض، لكن كمان ما تكتروها، ما تكتروها خلوا تعطلوا أعمال الناس وما جاب لك سكر هاني انا زول جاب لي سكر كما جبت له سكر بس شنو؟ وهو اقول لك حاجه اهلنا جايين من بورسودان ديل حلفوا ضربوا لي تليفون قالوا جايين مأجرين البس السياحي وقالوا لي يا سامي نقعد معك 3 يوم في بكابوكي ناس بورسودان جايين؟ ايوه ناس بورسودان جايين؟ جايين هاي بالبس السياحي؟ هاي ديل معانا كمان معاهم فنان ولا ساكت؟ عزتنا في هنا يا فيصل يا اخي دابيكا دابيكا يا اخوانا دبكة ومالنا دبكة البكا ويمين الله يمين الله الناس الموية دي بيقول الناس اللي بيعزوا أهلهم وبيعزوا أبواتهم الموية دي بيجيبوها يجيبوها موية الصحة ما بيجيبوا الموية بالحفاظات موية الصحة يعني أنت هسه عاجبك كسير النسوان في البيت ده على حسابك عشان أنت قبل كده مشيت لهم الحكاية دي عجباكي؟ أي عجباني اتكسر معاي زي ما اتكسرت معاهم يرقدوا معاي زي ما أنت تتكسري كيف معاهم؟ أها تتكسري ليه انت معهم؟ اتكسر من ليش؟ ايوه البوتيك تتكسر في بيوت الناس 3 ايام وتقول لي عشان انا مجاملاني مودي لا سكر شنو؟ مجامله يا اخوي انا مجامله يجاملوني يسدوني حقي ولا كيف يا جماعه؟ انا قعدت معاهم ما يقعدوا معاي كيف يعني؟ انا نفرض ما عندي سكر ها؟ نفرض انه زول جاب لك سكر انا هسه ما عندي سكر ما امشي؟ تجي تقعد معاي ما عندي سكر بجي تجي شاي مطلق مطلق يديني سلام عليكم الفاتحه مطلق يديني سايحه مطلق يدينك ليش انا جيتك مطلقه يديني؟ ظروفي كعبه ما عندي والله اللي بيجي لي يدها فاضية، البكا ده زاد دمعتي دي ما بتجري معاها. يا اخوان الظروف مع الناس ولا مع الناس؟ الظروف مع الناس؟ هاي انا زول ما جيتك انا بجسمي بنفسي بكرعيني جيتك، قلت لك الفاتحة، فاتحة الحمد لله، قعدت معك ما جبت سكر. الكشف ده ما في كشف ولا ما في كشف؟ كيف لازم يكون كشف؟ كشف انت ده انت ده يا فيصل، انت حلفوا الناس قالوا لي اي كشف بتاع بكا اقل حاجة بتخدها 100 اخلص قروشك يا ود امي. دي لي يا الله أه؟ انا دافع على الله
دافعي على الله مش عشان الناس ترجعوا علينا. دافعي على الله انا ما دافع على الجيش يرجعوا علي. ما داري من زول انا. ما داري من زول انا بدفع بالناس المسلم اخو المسلم. المؤمن اخو المؤمن. الشجره كنت تقع وتقع وين؟ تقع في اخواتها. هاي هاي يا ولد هاي بلا يا فيصل هاي بلا اخوات ولا هناي. المهم انا داير اخلص حقي والله كمان ناوي ادق فيهم غشتين بتاع الذهب كمان حقي دفعته للنسوان ده. الله يا اخوانا والله يا اخوانا غايته في الله العظيم يا سبحان الله والله العظيم يا اخي. انا داير اقول لك حاجه الكلام ده انسيه تماما. اعملي عمل لله بعدين بدك تكسري مع الناس. المستشفيات دي تزاكم كرهتوا الناس فيها. المريض ده بتمرضوا زيادته. كيف يعني ما نمشي زوره؟ 16 مره حول سرير؟ ايوه كيف؟ دي ما العزه هنا. عزه؟ ايوه سياره هي؟ العز مرض؟ اه؟ العز دريب؟ 16 مره واثنين دريب؟ اخوانا زول امشي كده بيدك سلام عليكم. زمان كانوا الناس بيجوا المستشفى زول شايل له عمود دمعه دمعه ولحم الشيه وجرجير وبطاطس وكده. لكن هسه تمشي للزول بس مسألة فشل سلام عليكم تمشي في ناس مفرشين بطاطين قاعدين مجاملة شنو دي؟ اي أيوة والله العظيم يوم ذاك هناي ذاك في العناية المكثفة محمد احمد ده والله العظيم انا شلت راقدة معاهم ثلاثة يوم في الواطة والبعوضة دي ما خلت حتة في جسمي ده ما قرصتها. طيب انت ثلاثة يوم انت المفروض تخش العناية المكثفة. اه انت المفروض تخش العناية المكثفة. كيف يعني؟ ده كان بعوضة هسه 146 بعوضة عضوكي. ونفيسة دي كانت خلتني؟ اه نفيسة دي انا كان ما مشيت راقدة معاها في الواطة ما زمان. المريض المريض محتاج شنو من رقعتكم الورقة ده؟ اه المريض محتاج شنو؟ والله العظيم اقول لك حاجه. نعم. المريض ذاته نحن لما ندخل عليه والله يعني بنشوفه كده مبتسم ويعني مبتسم زول في العنايه المكثفه مبتسم اهله مبتسمين اهله. دي الابتسامه الاخيره. اه دي الابتسامه الاخيره دي كلمته هو كده. انت يا فيصل انت يا فيصل هسه دايرني تقول لي يعني انت هسه يا سامي كله كله لا جامل ميت لا جامل في حدود الامكان. أه؟ في حدود المعقول في حدود ان نساعد الناس في حدود الامكان. ما نتكسر ما نقعد ما يعني نعطل زماننا. في ناس بيخلوا مكاتبهم في ناس بيخلوا مدارسهم في خلوا مكاتبهم. تكفي لبيتك وتمشي تقعد ثلاث يوم ينط فيه حرامي يعدي منك القرش. اي والله. وكمان اقول لك حاجه يا فيصل ما بعرف امشي لزور يدي فاضيه. قالوا تدين وتبين لازم اشيل حاجه في يدي. حاجه بسيطه حاجه بسيطه حاجه حتى لو زول ما جاب ليكي برضه تودي لي انا بدفع ليكي. انا مش زوجك العزيز أي. بدفع ليك يقول لك هاكي دي حقتها ما دفعت ليك لكن اديها برضو. ايوه ازبغ يا زول يعني والله يعني ما دفعت ليك شو ما قد لا 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 إيه كده الناس كده بيضحكوا فيكي والله بيضحكوا فيكي والله بيضحكوا فيني ليش زول ما دفع عليك اديه عشان يعرف حاجه واتيه معاه ما نجامل زول عشان تحرجيه هو ده قال لك عشان تحرجيه براه والله داري في عيد الضحيه يجيب لك كيس كده اللي حرايده خليه اقول لك حاجه. نعم. اللي خرج يعني اللي هنا ده خليه لكن اهم حاجه انا والله العظيم قرشي ده اخلصها في بكابوي ده يا فيصل. لا خلينا كلام الله لله أه؟ ادفع لله تلقى قدام والله تلقى قدام صح ولا ما صح؟ صح بلقاه. ايوه ايوه شوف 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 ياس يا يا بنت والله اللي دي اول نظره من زوجتك اشوفك عامله كده انا تمام. لا يعني مثلا يعني يعني هسه الناس دي قاعدين هنا كم يوم؟ ها؟ قاعدين كم يوم هنا هسه برا؟ 10 يوم. لا وهم المريض ده ما في زول بيشوفه اصلا. ها؟ اللي زول العيان ده؟ هاي ما في زول بيشوفه. يا اخي ما بشوفه شنو؟ ما ناس البيت قاعدين نجيب السجاجيد دي نفرشها، نجيب البارد ده نخطه، نجيب المويه دي حافظه. هاي شفت كيف العمدان تتضارب، امال ده تاكل وين انت؟ تاكل لما المريض بتاعك يكون في الانعاش. انت تكون قاعد هاي والزوار يجوا، انت قالوا العزوه وين؟ ها؟ اول حاجه الدكتور ما بيعالجك لو ما لقى ناس. اول يقول لك المريض ده وين؟ لكن لما نمر برا يلقاوا لك العمم دي وقاعده كده شغالين خضره كده. انت مجنون؟ حتى كده يا محمد. اي المريض نعم الراقد في العنايه المركزه وقافلين عليه وممنوع الزياره وممنوع زاد يخش له ده بيستفيد شنو من اللمه التهدي؟ ما حد يوم حاجه يا اخي ممنوع ده. بعد ايش المريض لما يكون قاعد في عنبر أي. وهو يشوفك وتقول له يا اخي ان شاء الله اجر وعافيه كفاره أيوة. كده معلش انت بتكون سجلت له زياره ورفعت من معنوياته لكن هو مقفول في غرفه ومركب له الاجهزه ولا عارف الجمنه ولا عارف الما جمنه. العارف جا والما جا ده بيكون هنا المريض اللي قاعدين تحت ولا قاعدين برا جنب المستشفى. الزول اللي فوق ده ما بيستفيد حاجه. العلاء والرك اللي هو ذاته سيد الصيوان المريض ذاته في رقبته ما في زول جايب له خبر يا ولا هو جايب خبر. تقول لي يا
عزوة الدكتور يا حمد. لا ده كلام شنو ده يا حمد؟ هاي يا حمد. نعم. أزول الراقد ده ما راقد له كيبل في الواطة. هاي ما خاتين كيبل في الواطة. هاي ولا خاتين لنا زول هالفود ده. أزول زول حنفولي جدا. أيوه أزول مرطب. أنا أجي. أيوه ألقى أهل المريض ده قاعدين. نعم. سلام عليكم. وعليكم السلام. ربنا يصبركم. الله. ربنا يكتب الشفاء. مات. دعوات. لا. أه. ربنا يكتب الشفاء. ايوه. دعوات. كويس. دعوات ليه وانه ربنا يشفيه. طيب. الموت ده ما بأي زول عنده اجل. نعم. ما حاجة اصلا لا لا. كم ما مرضان. اي. ما شفيش شارع ده بتقعد تموت. ممكن. أه؟ انا نازل في الصلاة الزول بيكون راجع كده بيقوم روح مرقد. دي حاجة طبيعية. اي ما حسنا طلع. لكن ما زول عيان. نعم. انت بتتمنى له الشفاء. اي. وتقول له ان شاء الله اجر وعافيه. نعم. لقيته هو اوكي، ما لقيته اهله. تقول له انا يا اخي مريضكم ده ربنا يشفيه. ايوه. وتقعد لك دقيقتين ثلاثه كذا وتبقى مالك. يا تشوف حمد. شغلتك. يا الناس حمد. تجد عسكر تقيل اليوم كله والزول أيوة. راقد فوق. اخواني ده كلام يا محمد. يا محمد سجاده. يدعوا لك المخده كده. تتوسد. ها ها فين؟ تضحك؟ نضحك وين؟ تضحك وهو زول عيان انت اللي بضحكك شنو؟ يا اخي ما بيعالجوا فيه. صارفين عليه قروش ده راقد 30 مليون. هتحد يجيبوا العمدان المحشي، تقعد تاكل محشي؟ الله شكلك ده شغال روس ساكت. محشي 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 لحمه هوبر هوبر. يعني هسه دي مناسبة عشان أنا آكل فيها يعني؟ يا حمد أنت ما جيت للمريض، المريض ده ما لازم أزوره أنا، هيقول لك الزول ده ما قاعد يمشي للناس، يقول لك الزول ده مجافي، الزول ده مفتري، أنت عرفت الكلام ده بتجيب له روحك اللوم أنا حالك الله يا أخي، نقعد معاهم خشم خشمين كده ولا لا أنا ما ضد المشي. أنا ما فكرتي أصلاً ما ضد المشي، المريض ده معناه أصلاً الزول مراقد وأهله قاعدين. أي وبكونوا ناس المرافقين له. أي نمشي نزورهم ونرفع معناتهم بدون اهتمام واي حاجه. الزياره دي ما كعبه. ايوه ما صلت رحم وديل اهلك واي شيء. نعم. لكن انا بتكلم عن القعاد. الناس تجيب الفرشه وتقعد وتتغدى يعني ذاك ده ما في له داعي. لان ما المريض ما حيستفيد منه حاجه. والله هاي نمشي لهم ونقول لهم كفاره وسلامتكم. نقعد معاهم 10 دقائق وربع ساعة وبعد ذاك نمشي. لكن ما بقيل يا حمد نبطل شغلتنا يا اخواننا. طيب ونمشي قيل اقول وصلنا. أه. سلام عليكم. وبعدين جابوا العضة نمشي؟ لا جابوا العضة؟ اي يا حمد يا اخي يعني جيت انت بس ماشي معلقل؟ اه يعني بس انت نزلت معلقل ولا شنو؟ يا حمد الزول أه؟ الزول مرات بيمشي لرزقه، مرات الرزق بيجيه، بس احنا ماشيين للرزق، لقينا في شومة نشوم. ايوه يعني هسه مشكلتنا كلها نحن نمشي المريض عشان نقل لنا اكل. لا لا يا حمد ابدا. ها؟ ابدا. ها؟ زياره المريض انا اعاشر الناس، لكن في العشره لو لقيت لي حاجه تسندني عشان امشي للزول الثاني كمان. هو مرات المريض ده الزياره ذاتها ما كويس سمعه. كيف؟ ايوه ليه؟ لانه بيكون طالع من عمليه. أي. ولا مثلا مرضه ما بيسمح للناس يتكلموا معاه عشان لانه كده تحصل له التهابات. أيوة تحصل له حاجات. نعم. المفروض يدوه راحته المريض. يعني ما مثلا نقول له ما تتكلم ما تتحرك كثير ما تجد نفسك في حاله زي دي ما في داعي كل مره زي اللي يسلم عليه. والله يا حمد زي كلامك اللي ذكرته ده كنت ذاته وتلقاه تعبان منتهي روحه مارقه يجي يسلم عليه كده كحان ربنا يديك الصحه ربنا يديك العافيه يا اخي معقول؟ لكن انا ما قتلته انتهيت منه. والله يا ما في داعي محمد مصداق اللي كلامك ده. هاي حسن راجل امينه. هاي الزول المسكين البجاي ده. هاي الزول ده راقد في المستشفى اظن عملوا له عمليه زايده. هاي مرق كده اهله ده كده كده باللواري والباصات. هيا ازيك يا هلا من كيفك ان شاء الله طيب كويس كويس كويس. ثاني يوم فتحوا جرح بطنه دي اتنفخت قلت كده. قالوا لي شنو؟ قال لهم سلام بس سلام سلام بس. لا لا هكذا ده الغلط. ها ده الكلام اللي قصده انا. اي انت التجامل المجامله دي نحن والله المجامله دي هي بتقتلنا بتنتهي مننا غايته. ها المجامله دي ما كويسه كده بالطريقه دي. اي والله كده ما كده المجامله ما في محلها. ما زي يومتها احمد ذاك مشى لصاحبه في المستشفى. هاي مش في سراير النوع اللي بتعملها كده زي المنافيل هذيك. هاي وده العمل فيها ظريف. هاي قال لها وين يا خالتي ان شاء الله طيبه؟ قلت له يا ولدي بس حولي لي راسي كده. الله يسهل عمل كده خالته يا شباك. ما في ايش تعرض هذا كلام ده؟ اها الله يصعب هذا كلام ده؟ اي صعب هذا حاجه انت ما شغلتك. أه. ولا هذه مهمتك. المفروض هذا ما تشبر فيها. اي اي والله وده النوع اللي بيمسك الدريب. اي يقول لك الدريب ما تدوله. اي الدريب كعب ما تدوله. يمشي يقول لك انا شغلت تبريد. انا شغلت تبريد القزه ما في الكشافه. أي. يقول لك انا شغلت تبريد. يمسك الدريب حتى لو اشتغل تبريد هم زار راقد في السبيطار وعنده ناس بيهتموا به وانت ما في داعي تتدخل. حتى لو انت الدكتور ما دام هم في زول متابعه انت ما لك مدخل نفسك. اي والله صح. أي صح والله. بعدين في ناس كده النوع اللي بيمشي يلقى عيان مثلا عيان راقد كده ويقول له يا اخي ما بس الايامات دي اسقع علينا شوربه ما تاكل اي حاجه. يجي زول يقعد جنبه يقول له والله بالمناسبه عندي حسن ذاك ادوه شوربه مات. والله اول ما يقول لك الدكاتره يتكلموا بالانجليزي يقول لك ذيس از ذا بيشنت انت ميت. يدخل لك المريض فيموت.
والله المريض تبقى يبقى فيه روحه ها والله نظمه بيبقى الانجليزي انت ميت ده انه علي يقول لك اول امبارح مشي لحسين اللي قال انا خرته دي وارمى كده ثاني يوم مات لانه قال عنده مواد سرطانيه قصص شفتها المريض ده بتقول هذا طيب هسه انت اذا بتمشي لمريض تغني بتحكي قدامه حاجه زي دي ابدا ممت بيموت والله ما بالحكه زي بنتهي ده اي والله دي واحدة من الحاجات الخطأ اللي احنا قاعدين نقع فيه، ثقافتنا دي بتضيعنا والله، ما كويسة. نعم. في ثقافات كده دي حقه نتخلص منها. أي والله. لأنها بتضر الناس وبتضر الآخرين. أي والله. لكن احنا ما بنفكر لها، ننظم ساي بس على سجادنا يقول لك زول ده على سجادته والله ما قاصد حاجة. لا لا أنت ما قاصد حاجة لكن هنا بكون غلط عليك زول. أي والله أي. صح والله. ما صح. أي لكن يا حمد. أي. حسن ده. أي. والله قالوا راقد في مستشفى خاصة. أي. ما نمشي عليه. لا نمشي نازل لازم نصلون ونحكي عليهم نسجل لهم زيارة وبعدين برضو في بيكا نقشاو نرفع لهم الفاتحة ونزور المريض البيكا ما ملحوق لأنه شعب البيكا أنا جي نجي الفتر نجي نازل محشي يا أخي سمح مستشفى نازل محشي سمح أي تقول لي في تد أروح المستشفى ونجي البيكا أي والله العظيم أقول والله المجاملة حاجة كويسة لكن أغلبية السودانيين بيجوا يعملوا المستشفيات اول البكاء بيجوا يعملوا برنامج يعني في ناس معينين بيمشوا عشان يقعدوا في المستشفى عشان ياكلوا عشان يتونسوا ما قصدهم انه يمشي يعني شنو يجاملوا اهل المريض او الزول المتوفي يعني اغلبية السودانيين بيجوا يمشوا عشان يتونسوا يعملوا برنامج ياكلوا ويشربوا ويشربوا القهوه يعني ما قصدهم فيه انه يجاملوا والله انا بقول المجاملات المفروض تكون في حدود المعقول يعني ما حاجه تكون اكثر من اللازم يعني في النوع بيجي قبل العرس يعني مثلا او قبل العرس باسبوع اسبوعين تلقى قاعد وفي النوع بعد البيكا تلقاهم قاعدين اسبوعين دي بتكون تكاليف على اهل المناسبه وذاتهم في حين ممكن يكونوا ما مستطيعين الحته دي فبقول المجامله حاجه كويسه لكن برضه تكون ايوه في المعقول يعني السودان عندنا عادي انه الناس تاخذ لها فتره بتاعت اسبوع 10 يوم مثلا ثلاثة ايام هنا دي المرحله انتهت يعني لكن المفترض ينتهي العذاب انتهى مراسم الدفن او ينتهي الماتم ينتهى مراسم الدفن تخفيفا للحاله الاقتصاديه العامه كده في المناسبات مفترض يكون العقد والعرس والحاجات دي في يوم واحد في ساعتين ينتهي المراسم كل الناس ينتهي تطير الحاله الاجتماعيه والحاله الصحيه باختصار انه الموضوع يكون بس ينتهي في اول باول طبعا يا اخواننا دي عاداتنا السودانيين معروفين بالحاجات دي بس يعني شنو يعملوها معقولة دائما الحاجة المعقولة أحسن منها ما في فالناس لما تتكاتف في حاجة زي دي ويعني والناس تشعر ببعضها دي حاجة سمحة جدا بس شنو يكون في حدود المعقول يعني كل حاجة لما تزيد عن حدها تنقلب لضدها عمودي نزلت عربيه الطلحه قبل شويه شوف وقفوا هنا نزلوه وهو بيدق في الباب كده وما لقى زول اظن مشى كده ولا مشى كده ما بعرف المهم مشى وين انا كنت في الجمعيه بنشرب في القهوه وسرحت مشى وين ولدي ما بعرف والله يا سامي ما بعرف خدته جنبك في الدكان مالك يا خلي ما موزع ولا قبل علي ذاته قلت لك ناس الروضه بس نزلوه اي فاتوا بالعربيه بتاعتهم دي ووقف عنده شنطه كده شايله في ظهره يدق في الباب ما انتبهت له انا ما ببيع دكاني كمان اقعد عباري يشوف على الحجه ولا شنو هاي لكن بتاع الروضه ده مكان اول حاجه ان شاء الله يضرب لي تليفون يجيب لحد ما اتاكد هو خش البيت ولا ما خش انت ذاتك مش عارفه موعد ولدك بيجيبوه الساعه كم ذاتك تتربي في بيتك سرحت والله يا محمد اعمل سرحت يلا اكلي سرحه يلا اكلي سرحه الجبل يعني سرحه والتمساح واكلني ها انت مجنونه ها لا ما والله عايشين ساكت في الدنيا العجيبه دي ولا صغير عمره اقل من 5 سنوات تسيبيه جنب الباب هنا تقول لي كنت في جمعيه شنو يا وليه جمعيه شنو تجنيتي شوف يا اولادي اول حاجه والله اللي راجلك شفت هذا لا نزل معاهم من الطرحين من ما تقول نزل يا وليه انا فتشت الحله دي كلها مشات الجيران كلهم ميتوا ولدي ده كله شوال يعني يا محمد ما قلت لك نزلوه بس ومشوا العربي انت بتعرف العربي ولا ما بتعرف العربي انا بتاع الحين ما معي اخليه اي العربيه مشت اها مشت كيف يعني وقف بس العربيه ما مشت ودي الولد الباقي اي ولدك ده وقف جنب الباب انا عينت لي ما انتبهت لك كثير ذاته تخيلتك انت جوا دق الباب كو 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 بحجر شال لي حجر ايوه ثاني ما انتبهت له بعد شويه لقيته جا ماشي فيني كده اظنه مشى كده قلت لك ولا كده حدد لي الاتجاه يا محمد خليني امشي عليه حدد لي انت قال لي انا قماص انت مجنونه ما قلت لك انت كانت تقعدي في بيتك
عشان لما يجيبوا لك ولدك تستلميه. والله يرجلك الوش زي الدور الجلال اللي يطلقك. انا مالي مع الراجل يا خرفي، ولدي مالي مع الراجل، خليه يطلقني. والله ايش مال منك انت تتحمل المسؤوليه؟ انا عارف تتحمل المسؤوليه. أنا ولد عمره 4 سنوات زي الساعه 12 تطش تقول لي كنت في جمعيه وبشرب لي في قهوه. قهوه شنو يا اخي؟ والله انتوا النسوان دائما مرجعين انا لورا، واحنا خلينا نقفل الدكان ده. مش اشوف ولدك ده طار وين؟ وقفوا هنا بيدق في الباب ده يبكي، والشنطه والعرق بعد شويه طشه كده. هي تقول لي كنت في جمعيه ما بتحكي لي؟ اروح معايا يا عم اشوفه معايا يا محمد، ولا بلغ لي بوليس ولا اعمل لي اي حاجه. بوليس؟ لا 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 يا اخي، ما بكون لافي كده اظن بيجي ولا بيجي بوليس. شنو؟ نمشي وين؟ ما تقولي لي بوليس يا ركبش. بوليس شنو؟ هو نعمل شنو لافي؟ ما تقولي بوليس. بوليس شنو؟ انا الجيران ده كله فتشته ودقيت الابواب. سالتي امنه ديك بتاعت الطعميه؟ سالت امنه ست الطعميه. خلاص ولدي جنو ترشي، سالت المره بتبيع ترشي؟ لا ما دي ما مشيت لها نفيسه. خلاص نفيسه دي بتكون تعالي شوفيها، امشي شوفيها وتعالي. نفيسه دي امشي لها. ست الطرشي؟ ست الطرشي. دقيقه بس. ترشي. والله الليلة راجلك الوش زي الدور جاي يطلقك. ما ابي اسمع الكلام يا اخي، نسوان فارغه ساكت. الساعه 12 قالت لي جبنا وجمعيه، جمعيه شنو؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا محمد. هاي. يا محمد. ايوه. ما لقيتوا الناس لفيسه؟ ما لقيتوا. انت ترشي ما لقيتي؟ ما لقيتوا. طيب ترشي ما لقيتي؟ طيب قالت لي الليله اصلا ما جاني. ما جاب جاي الليله. طيب انت عندك هنا خيلان عمام هنا في الحي ده في الفريق الثاني عندكم؟ اي خالتي زينب. خالتي زينب؟ اي. امشي شوفي خالتك زينب وتعالي. امشي خالتي زينب. امشي شوفي خالتك زينب. دقيقه نمشي خالتي زينب. والله يا راجل الوش زي الدور جاي يطلقك. يا سلام يا محمد. ايوه. قالت لي ما جاني. ما جاء. قالت لي ما جاني. ما جاء. ما جاء خالص. طيب طيب بقول يا محمد. طيب 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 كيف هسيدي كم ساعه من الطرحيل ما جاء؟ طيب طيب اقول لك حاجه، ما في حلل غير انه نمشي نمشي الفريق الورا كده. انا عندي اصحابي عندهم ركشات. ايوه. نخلي على الركشات يلفوا معانا. اي بديهم. وبعدين هاي ونشوف الحاصل شنو. ايوه. خلينا في الدكان ونجي. هاي في الدكان بس؟ خل اروح. خلينا في الدكان اروح يا شباب. انا ما عقلي ده ما خلاص. انا عقلي ما خلاص. اي والله انت عقلي ما خلاص. عقلي قال لي والله راجل الوش زي الدور جاي يطلقك. لا حول ولا قوه الا ساميه. مش هذول المره زي السمبريه دي يا ساميه. والله يا اخي الـ 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 الكلام ده زمان ما عندنا، ما بنسمع به يا اخي. بس كتر كتر الكلام اتفشت في البلد دي، بقت حاجه مصيبه، حاجه مخيفه يا اخي. طب اسمع كل يوم ما خلي بالك بعد ده الواحد الا اولاده خلوني يقروا في البيت ولا يعمل شنو ما عارف ذاته. انا ذاته الاولاد ديل فترنا منهم، البنات ديل فترنا منهم. يعني بالذات ان النسوان ما عندهم، المفترض يهتموا بابنائهم. يعني واحده تمشي تعمل لها مصيبه، تعمل لها حاجه، ما هي المشكله مع انه المره هي بتكون قاعده في البيت اكثر، وهي بتكون لصيقه بالاولاد اكثر من الابو. الابو ده طوال في سفر وفي شغل وفي جري وفي كده. ما هي دي القصه. يعني الراجل يقعد يسيب شغلته يقعد يحرس اولاده، ولا المره تقعد تحرس البيت وتحرس اولادها؟ والله ما هزر كمان اللي خلي الشغل بس يا اخي. دي قصه صعبه خلاص يا اخي. يعني تعرف الحاجات دي بتجي من شنو؟ هاي؟ بتجيب العطاله والقعدة في الشوارع بدون شغل، والناس انفصامين الشخصيه والحياه، الناس اللي ما عندها شغله دي. هاي؟ ها الناس اللي ما تمام مخه وعقله ما كويس. هاي؟ دي الحاجات اللي بتصدر منهم مصايب الدنيا. لا هو اصلا زول بيخطف له طفل ولا يغتصبه ولا كلام زي ده، ما معناه زول اصلا مريض عيان يعني. ما شديد. ما طبيعي صح؟ ما طبيعي اصلا. طيب ما في زول شديد نصيح بيعمل كده. يلا المسألة دي دار علاج. يلا نحن مفترض كلنا ونحن ومجتمعنا نفكر في الموضوع ده. اي والله. اي والله الشغلة دي كثرة كثرة شديدة. انت خلي بالك كلامك صح فعلا، العطالة والمخدرات والحاجات دي. أيوة المخدرات. أيوة. دي كمان اخطر حاجة يا زول. والله انا اتخلي السبب الرئيسي في اغتصاب الاطفال والحاجات دي المخدرات. بس انت جبت الضالة زي. أيوة والله. بس هالمخدرات نحن لو حرمنا المخدرات والعطالة والقعدة وقعدة السايدة، واضيف لك حاجه ثانيه، الحاجات دي برضه عدم العلم. عدم العلم الجهل ذاته برضه بتجيب المصايبه برضه. يعني لا زول تلقى كبير وما ما فاهم وما واعي. نعم نعم نعم. وبرضه عدم الدين، يعني زول ما مدين صح، وزول ايمانه ما قوي صح. ها صح. برضه بيجيب المصايب زي صح. فدي كلها اشكالات. والله كثرت كثرت زمان ده الكلام ده. نحن بعد 20 سنه حتى تسمع لك بنت اغتصبوها ولا ولد اغتصبوها ولا كلام زي ده. ما في كلام زي ده. حاجات دخيلة. دخيلة. حاجات دخيلة فعلا. ايوه ايوه فعلا. لكن لازم نحاربها بالضبط كده. الله اخواننا اقعد السايدة كده ونقنب نعاين الحاجات دي تحصل، ونحن ما مسؤولين برضه. طيب يا اخي تاسي بتفكر في شنو فكرتك خطتك لمحاربة الموضوع ده؟ بفكر شنو؟ نحارب الحاجات الدخيلة والضارة واللي بتكون سبب للحاجات دي ذاتها. ما هي انا معاك، لكن هاي. الخطة نبتدي كيف؟ ونمشي وين ونجي من وين؟ عشان يعني ناس هلا الخرشه والشم والهنايه والحاجات دي انا تخلي دي هي دي بتخلي دي كارثه هاي. وبرضه الشباب الطش والبطع والشماشه والقاعدين تحت الخيران ده الاول حاجه نبتدي بيهم ونهذبهم وننظفهم ونديهم الصحيه. ما في اهتمام. ما في اهتمام. لكن كمان يا اخي كمان الدوله براها ما بتقدر تعمل الحاجات دي. انا بتكلم عن منظمات المجتمع المدني تخش معانا في الشغل.
الحكومة اليد الواحدة ما بتصفي. ايوه صح، هاي ما بتعمل حاجة صح، لكن احنا نخدم نفسنا بنفسنا برضه. لكن والله برضه انت عارف في حاجة فايتة علينا، اللي هي الدولة دي مفروض تعمل قانون صارم للناس زي ديل. كلامك صح، يعني انا هسه دي يقولوا لي زول ده اغتصب له طفل عمره 4 سنة 5 سنة، المفروض طوالي يعلقوه قدام الناس كلهم طق. والله ثاني زول يعمل كده والله ثاني لو... من الحاجات المهمة. ايوه فعلا كلامك صح، لو ادوه طلقة طاح كده عدموه والله ثاني لو هو ذاته فكر فيها ما يعمل. احنا في محكمة الليلة ومحكمة بكرة وتأجيل واستئناف وحق ودفاع و... والله المفروض طوالي في لحظته. والله كلامك مظبوط، مش الجريمة ثبتت عليه؟ هاي لكن طيب قبل ما ننفذ الجريمه انا عندي لك اقتراح. ان احنا اول حاجه نشبع المجتمع كله بالمعلومه ونحارب الحاجه دي زي ما قلت لك. نعم. ونهذب المجتمع. نعم. ونعالج الناس المصابين اللي عندهم والتعليم والجهل ده الشال برا. ايوه بعد كده الناس ذاتها بتوعى وبتقدر تحل معاك كل مشكله مستحسنه المشكله دي. اي والله لانه اطفالنا بيجوا في خطر. لكن الناس دي كلها لازم تقوم. ايوه جهة واحدة ما بتق... أيوة الكلام أيوة. ده ما بيسوي. أنا قلت لك منظمات المجتمع المدني أيوة. والشباب والمراقبة والمراقبة دي كلها تخص أيوة. الموضوع. والأسرة ذاتها تكون حريصة على أولادها وعلى بناتها وتتابعهم وتعرفهم وتشوف بيمشوا لأبنوه بيجوا معاملوه صحبانهم منو حاجات تفاصيل دي كلها نحن بالناس بقينا ما شغالين بها. يكون في تغطية بتاعت إعلام يعني نفس الناس توري الناس في أماكنها في السوق في المدارس في أي موقع. المفروض المدارس دي بالتحديد. أيوة المدارس دي بالتحديد دي أول حتة المفروض يبدوا بها. وبعدين اقول لك حاجه نسيتها انت، الاطفال دي المجبر يحيلون بعربات. هاي العربات ذاتها اللي بتطرحها دي المفترض تدرس للسواق والمشرف. ايوه المشرف دي تجي شفتها لو ودع الشافعي ده لو دق الباب. أيوة. ما جا زول من الاسره المفترض ما تسلمه. صح صح ولا ما صح؟ ايوه دي شدت عليها شديد جدا. صح صح. اثنين يوروا البرنامج الاسره ذات تقول لها اسمعي أيوة. لو نحن ما في الود ان شاء الله ترجعيه. ايوه اصله لازم تنزلين يكون قاعدين يعني ممكن تطلق الطفل كده في الشارع ويدق الباب ونحن ما عندنا ممكن تطلقوا عربيه ذات على أيوة. أيوة. ما بقول في الكوسه فدي لازم تكون برضه دار لها توعيه كبيره وجرعه عشان نقدر نستوعبها. والله يا زول أي. والله اغتصاب الاطفال ده موضوع ما سهل، ده موضوع كبير خلاص. دي قصة عجيبة. ورح كازو نبدأ. قصة شيطانية. ورح نبدأ. ليس بني آدمية ذاتها. رح نبدأ طوالي. وأنا معاك. يلا. أروح. يا سامية. وبعلى يا محمد. يا سامية. البلد بقت ما أمان. لا إله إلا ولدي ولدي لكم ساعة. طيب البلد ما أمن. بالراحة بالراحة. محمد أنت الخبر شنو؟ ما في حاجة. الأولاد مشوا. مشوا وين؟ ما مشى كذا قال ما لقاه. ما لقاه. والناس بابكر قال مشى شارك كذا ما لقاه. الناس جنتهم. جنتهم 6 أنفار. كلهم جا راجعين قالوا ما لقاه. وهي ولدي جا زور ولد الشقة. ولدي حصل عليه مصيبة. ما في مصيبة. ما في مصيبة. حلة بخير. حلة كويسة. حلة كويسة. لا 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 ما في أمان يا ناس ما في أمان. ما في امان. ده كله منك انت. مين الاول لو اترميتي في بيتك وقعدتي ما كان حصل. والله راجلك الوش زي الدور جلل اللي مطلقك. يا اخي خليك تني بس يجي ولدي بس يجي ولدي بيجي خليك بيجي تني بيجي بيجي. تني جنات فينا فريم ما جو انا جنات فينا فريم منهم ما جو. منهم دي اصبري بس عثمان وبابكر قالوا ماشي نشوف. لكن انا الصبر الجوين انا الصبر الجوين انا مقلق يا محمد انا خفت خلاص انا خفت يا محمد. والله حياتي ما كانت تشبهنا. والله ما كانت تشبهنا ولا اله الا الله. المصايب قاعده تحصل على الاطفال دي يا محمد. والله شفت قاعد يحصل على الاطفال شنو يا محمد. الله يكتا... والله شفت قاعد يحصل. والله اول امبارح لاقاني عثمان ده قال لي جيرانه الورد بغادي دي اقسم بالله ولد عمره 10 سنه شفتي و... لا اله الا الله محمد رسول الله. علي خوف. لا اله الا الله محمد رسول الله. والله قالوا جيرانه قاموا الصباح لقوا وين سافر سوادي لا اله الا الله. وب علي وب علي يا محمد وب علينا يا محمد هامش انا عشان كده انتوا النسوان عندكم دور كبير في المجتمع. تراقبوا اولادكم ما تسيبوا الاولاد ساكت تتولولوا تتلشوا هنا كل زول تمسك ولدها وبتها شفتوا كيف المجتمع عنده دور انتوا عندكم دور. بس اقول لك حاجه يا محمد أي. بس القى ولدي ده انا تاني ما عندي شغله ما بتلاقي بتلاقي حاجه أي. انا ذاتي يعني بدل الجمعيات الفارغه حقت العده وحقت الدلاجين وحقت الكلام الفارغ ده نعمل لنا جمعيه بتاعت حمايه الاطفال في الحله هنا. ايوه اي ايوه جمعيه في الحله بدل المعون والبلاستيك والخشب والدلاجين اللي بتشتروها دي ما عنده معنى اشتروا ده. اولادكم ايوه والله عملوا جمعيات بدل عملوا اسمعي يسمع هنا الولد والابن والبنت هكذا الجماعه بيجيبوا ده تنظموا باللغه العربيه الفصحى. اي يا محمد خليه انا اخترع شنو انا اخترع شنو خالتي فاطمه ديكا مره فاضله ومره صالحه نقعد اي مره عندها مشوار الظروف ما اعرفه يا محمد ممكن اكون انا مشيت المستشفى. دقيقه عاملوا فايبريشن. الو ده موسى النجيلة. ايوه يا موسى اها لقيت وين اسمعي ولدك في الحوادث انا كي وما علي وما علي وما علي وما علي وما علي
قلت لك يا محمد أي. الحمد لله أي. الحمد لله ولدي كويس اي كويس. لكن اقول لك حاجه يا محمد أي. زي ما قلت لك الموضوع على البدايه والجبال نعم. بتاع الجمعيه احنا نعمل الظروف معروفه أيوة. يعني احتمال ولدي ده يجي من الروضه أيوة. الجاني انا مشيت ليبيكا الجاني وديه زول عيان ما معروف الظروف عشان كده شفت بيت خالتي فاطمه ده بيت كبير كويس. نحن اتفقنا أيوة. قلنا طوال نكلم كل الناس بتاعين الطراحيل بتاعين هنا اي طفل يجي يلقوا امه ما في يودوا لي خالتي فاطمه والله. خالتي فاطمه تجي تستلم منها ولدك هم اصلا الحكايه دي مشاركه يا جماعه اي بتاعت الترحيل دي يفترض تكون قاعده مع الباب اي الباب يفتح ينزل الشافع وتنزل معاه تدق الباب كو 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 ما في زول فتح تركب الولد العربيه وتوديه الروضه انا غايت دي الحاجه اللي بعرفها عشان الولد اللي كتير الحمد لله قال ولدك راح الحمد لله لقيناه بلغت البوليس بوليس شنو لا لا ما بلغ البوليس ما لقيناه لقاه المسنجيله اي والله العظيم كويس لقيته وين كويس لقيناه في الغابه ولا هناك شفت الغابات الولد ديك اي شفتها واضح عيونه زي المقلبات اها وبعدين ساقوه طب قال له ودى المستشفى اي ودنا ما للفحوصات كده ونشوفه كده هناك لكن كويس سليم 100% 100% الحمد لله ما عنده حاجه الحمد لله على السلامه الحمد لله على السلامه اي يلا كنا بنتكلم لها على انه الاهمال ده منكم انتم أيوة. وقلت لها يا اخي في الترحيل المره المسؤوله عن الترحيل دي تفتح الباب هي تنزل مع الولد تدق الباب الباب ما فتح مش اهل الولد ده ما في شيء مش تركب العربيه ترجع الروضه ما في تلفونات اي التلفونات دي قاعده لشنو ايوه تضرب تلفون ما هي تلفون والامر عندهم في المدرسه قلت لك ولدك كويس أيوة كده أيوة يعني أيوة بس ده الحل الوحيد وانت ذاتكم انت ذاتك ساعد ولدك ولا بنتك جايين بيطلعك شنو ما لازم تكوني موجوده ذاتك ظروف يا جماعه مرات بيكون حصل اي ظروف يعني ما في ظروف جبنا بس شغالين جبنا وفلان عملت وفلان سوت شفتكم والله انه صادر كلك بتتم هناك بتنفع عوضيه انا شفتيه وانا علي شفتكم هاي نقول حاجه كل كلمه في الله اخواني لازم تخطوا بالكم على اولادكم ان شاء الله لازم تخطوا بالكم على اولادكم اخواني ضروري انتوا بالتحديد كمان ما زي الرجال ديل بيطشوا النسوان ديل هنا غيتوا بس ربنا يعني يساعدني ان شاء الله يا رب ان شاء الله اي والله كله فوقي والله انا لا والله نفسي ماشي اقول لك حاجه هاي. انا من دربي ده ماشي النسوان بتاعنا الحله كلهم كويس ادعوه للاجتماع خالتي فاطمة خالتي فاطمة ده حيكون زيه زي اي حضانه في الحي ده انت تسوي شنو يعني اي مره نعمل جمعيه ايوه جمعيه خيريه ايوه عديل كده اي مره حصل لها ظرف ما قادره تمسك ولدها في الساعه المحدده الولد يجيبوا لها خالتي فاطمه تجي من مشواره والله دي فكره كويسه السلام عليكم الحمد لله على السلامه انا نازل ده سلام ولا خد على السلامه الحمد لله على السلامه الله يبارك فيك كيف جمعتوا ناس؟ اي ناقي ديك ديك اها قلت لي كيف الحصه شنو؟ الحمد لله لا لقوا سليم كويس في امان الله تمام انا سمعت قالوا دارين تعملوا جمعيه اي داي ونحن والشباب اتفقنا مع ناس وينو شباب؟ محمد بس محمد ونحن كلنا وينو شباب؟ ايوه كيف نحن شباب؟ يا اخواننا بصراحه الموضوع خطير ايوه الموضوع خطير نعم أيوة. انتوا حتعملوا جمعيه لمحاربه المصايب والمحنه زي دي أيوة. ونحن كشباب حنطلع اي حته أيوة. حنمشي نبلغ فيها نعم. وندعو كل الناس نعم. بالليل والمساء وائمه الجوامع واي محاضرات أيوة. والجامعات أيوة. والطلبه والمدارس نعم حننشر الموضوع ده عشان نقدر نحارب العاده السيئه دي نعم نحن بلدنا دايما تكون نظيفه زي زمان نعم لانه نحن عاداتنا السمحه ما تخلينا نعمل حاجه زي دي نعم الكلام ده واضح يا اخوانا واضح لكن انا بقول عشان الناس تساعدنا كده نزل الناس دي يمكن يدونا وجهه نظر كويسه ايوه يا سامي اي انت كلام بتاع ولدك وين ابو عاد مشينا ملح ولا شو شوف لنا شو في احتمال عندها ظروف يا اخي الله يهدينا في فرقه والله الجهود لابد انها تكون متضافره والبيت براه ما بحل مشكله والحكومه براها ما بتحل مشكله نحن كلنا نحل نساعد بحل المشكله ونشوفها نبعه من وين ونجتثها من اصلها عشان الناس دي كل السودان ده عايش مشكله كبيره بتاعت انه ولدي ما لقيته وبنتي ما لقيتها وخطفوه وسووا له ولا بد من الشرطه السودانيه الامينه علينا وعلى سوداننا تكون عين ساهره وعين امينه لرعايه هؤلاء الضالين الذين يعني ظل سعيهم في حياه الدنيا المشاكل طبعا بتتعلق بين الاطفال بتتعلق بالاطفال بالاخص استحدثت فيها حديثا في السودان بالاخص ما كانت مالوفه لدى الناس الان اصبحت ظاهره تكاد تكون ظاهره اجتماعيه فدي فيه خطوره شديده على المجتمع بالمناسبه عشان كده الدور متكامل بين اولياء الامور بالاخص في البيت سواء كان الام او الاب ما يكتفي فقط يقول يا اخي دور الرغابه في البيت هو في العمل وكده على الام
لابد يتفقد انه يا اخي يتاكد انه كله نهايه دوام اليوم يتاكد يضرب لام الاولاد بانه يا اخي الاولاد الحال وصلوا البيت ما وصلوا حاصل عليهم شنو عشان في دور هو بيقوم عليه لانه الامهات بطبيعتهم حنونات في حاجات كثيره بتحصل داخل المجتمع ما بتحصل للاطفال ما بيحبوا يوروا لابوهم بدري فالكلام ده بيعدي الى قد يكون يتعرض للطفل يتعرض لحاجات وامه ما توري ابوه يبقى دي مشكله حقيقيه وان حتى في المحاكم بنجي كثير من الخلافات اللي بتحصل بين الازواج هي قد تكون وراها مستوره بشنو بغطاء خلاف حول تربيه الاطفال مرق بيتين وما جا بيتين انت ما بتهتم به وانت تيجي بعد ذاك يجي يستر لك بانه يا اخي هي هو بيسيء لها المعامله وما قاعد يحسن معاملتها والكلام كله تلقى خلفيته حول جزئيه كيف يهتموا الاطفال الاب بيشوف نفسه هو بيمشي بيمرق من الصباح وبيمشي بيبحث عن اكل معاش الاطفال والام هي من دورها تراقب الاطفال والام بتشوف لا هي دور مراقبه الاطفال دي هي كمراه وكده ما واجب عليها كثير كده لانه دور ابو فبعد ذاك لما تحصل الخلافات بيجي بيغطوها بعد ذاك بخلافات اخرى بانه يا اخي بيسيء لها وما اعرف لك وتلقى كل الكلام ده كله وراه الخلاف حول تربيه الاطفال الحرص في البدايه يكون من داخل البيت ثانيا الحرص الاخر بيكون طبعا من التوعيه برضه داخل المنشات يعني مدارس الرياض كده يكونوا ناس المدارس وناس الرياض عارفين الحته دي حته بتاعت انه البتاع السائق يعني بتاع الترحيل يفترض يكون عنده بالنسبه له قاعده ثابته ويعني انه يكون حريص جدا والمدرسه تكون حريصه على انه السائق ده يتابع الطفل لغايه ما يدخل بيته ولغايه ما يستلم والده ثالثا المجتمع طبعا الفراغ عدم الوظائف عدم بتخلق بعض الاخلاق السيئه للمتعطلين المتشردين اللي هو بتخليهم يعني هو يتعاطوا المخدرات وكده وكده المتخدرات بتدي الواحد عشان يرتكب الجريمه حتى ما واعي بانها هي بتعمل شنو يعني ممكن ينهي جيل ده جيل اذا انتهى جيل كامل او انتهت الحياه الهودي برضه دار لها توعيه بالتضافر مع الجهات مع الحكومه مع الـ مع مع الـ 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 مع المجتمع المدني سواء في الاحياء انا والله بقترح انه في كل حي يكون في يوم الجمعه يكون في درس في المسجد يلموا الشباب مع بعض يوعوهم يا جماعه المخدرات دي خطيره بتنهيكم بتنهي المجتمع تنهي كده بتدي للجريمه بتدي للنار بتدي للعقوبه في النهايه انت ذاتك بتكون في هاويه فالمجتمع ذاته يتوعى بكل البرامج سواء توعيه في داخل المسجد في كل حي او في كل مدينه او في كل كده يعني المهم عشان تضافر الجهود بتقلل بنقدر نحارب الظاهرة السيئة دي والله طبعا فعلا في ظواهر بتاع جرائم بتحدث في السودان هي دخيلة على الشعب السوداني الشعب السوداني مشهور بالشهامة والرجولة والنخوة فالجرائم اللي حصلت دي كنا بنسمعها في الدول اللي حوالينا لكن أنا بحب أنبه الأمهات والآباء بالذات إنه ينتبهوا لأولادهم يعني بالذات إذا كان في مناسبة الأم طلعت الأبو طلعوا انتبهوا لأطفالهم وبالذات كمان بنبه الأمهات في اللبس بتاع الأطفال حقيقة في أطفال بيكونوا لابسين لبس يعني هو ذاته بيسبب لهم مشكلة فبنبه الأمهات بالذات إنه الأطفال يحاولوا دائما يعني يلبسون لبس يعني يخلوهم بعيد من أي مشاكل وبالذات كمان برضو الأمهات الأطفال لما يجوا من الروضة أو من المدارس أغلب الأمهات بيكونوا هم في الشغل بيتركوا الأطفال الشغالات في البيت ما بيكونوا منتبهين في الطفل بيخش وبيطلع تاني برا وبيلاقي يعني البلد بقت يعني فيها شوية دايرة رعاية